تجددت الاشتباكات والقصف العنيف في عدد من المحافظات السورية أبرزها حلب والغوطة في خرق واضح ومباشر لهدنة وقف إطلاق النار في سوريا التي جاءت برعاية روسية. في خرق واضح ومباشر لهدنة وقف إطلاق النار في سوريا التي جاءت برعاية روسية، تجددت الاشتباكات والقصف العنيف في عدد من المحافظات السورية التي أنهكتها الحرب الضروس والصراع الطاحن الذي أطال عمر الأزمة السورية إلى 6 أعوام. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات في تجدد للقصف على حي الوعر المحاصر في حمص وسط سوريا، إضافة إلى سقوط قتلى شرق العاصمة دمشق خلال اندلاع اشتباكات أرضية وقصف جوي في أحياء الغوطة الشرقية وحي تشرين. محافظة حلب التي طالما كانت محط أنظار العالم من خلال حرب البقاء التي شهدتها مدينة الباب بين عدد من القوى، كان أبرزها قوات سوريا الديمقراطية وقوات درع الفرات المدعومة من تركيا والقوات الحكومية السورية وعناصر داعش، عادت من جديد تحت سيطرة القوات الحكومية بعد تمكنها من دخول 15 بلدة وقرية في ريف حلب الشرقي. محللون يؤكدون أن مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية سلم عددا من البلدات والقرى إلى قوات النظام بالاتفاق مع واشنطن، وذلك لتجنب المواجهة عسكريا مع القوات التركية المتأهبة للقتال. الموقع الاستراتيجي لمثلث جرابلس الباب منبج جعلها مطمعا لكل القوى المتصارعة على الأراضي السورية، وذلك لأهميتها الاستراتيجية، حيث يضم هذا المثلث محطة ضخ المياه الرئيسية لمحافظة حلب التي تعاني انقطاع المياه منذ 50 يوما جراء تحكم تنظيم داعش في عملية الضخ منذ سيطرته على المحطات الرئيسية عام 2014.